عمرك شفت مهرجانات الشيطان بذات نفسه برقص فيها للموجودين؟ نوع من أنواع السحر الأسود بيستخدموه لأمور خطيرة. شو قصة فيديوهات سحر الفودو؟ وهل هي عن جد حقيقية ولا بس مجرد خدعة؟ أخطر أنواع السحر في الأرض، سحر تتعامل فيه مع الشيطان بشكل مباشر، سحر الفودو. للي ما بيعرف أو ما سمع عن هذا الاسم قبل هيك، فهذا نوع خطير وسفلي من السحر، والغريب أنه أصل هذا السحر مش معروف بالضبط. كل اللي بنعرفه أنه موجود على الأرض من زمان، وفي علماء بيقولوا أنه كان موجود مع بداية الخلق ومن ساعة ما نزل الشيطان للأرض. الفودو مش بس سحر بيتم فيه تواصل مع الشيطان، الفودو تحول لديانة كاملة، الناس لهم طقوس معينة وبيقدموا فيها قرابين للجن والشياطين. الفودو ما كان خطير لهذه الدرجة إلا لما الأوروبيين اخترعوا لنا موضوع تجارة العبيد. وقتها الأوروبيين كانوا مهتمين جدا إنهم يدمروا ديانة الأفارقة عشان يضمنوا إنه ما يكون في عندهم إشي أو معتقد يحاربوا عشانه. بس اللي صار إنه الأفارقة كانوا أذكى وضلهم بينهم وبين بعض يجمعوا كل المعلومات اللي بيعرفوها عن الدين، وهون كانت المصيبة. الأفارقة معروف إنهم قبائل، وكل قبيلة فيهم لها طقوس معينة بسحر الفودو. فتخيل لما تعمل ميكس بين كل هاي العادات السحرية، أظن إنه الناتج اللي رح يطلع إشي مرعب، واللي هو فعلاً النسخة الحالية من سحر الفودو. طيب هيك صار عندكم خلفية عن الفودو وإيش هو. الآن ضايل أحكي لكم شو اللي بيقدر يعمله الفودو. بس قبل ما نبلش لازم كلنا مع بعض نشوف أحد أقوى الإنتاجات العربية، لعبة الجنرال. لعشاق ألعاب الحروب، الجنرال لعبة استراتيجية جديدة، ببساطة هي محاكاة لحرب عالمية جديدة. الرهيب باللعبة إنه فيها نظام أسلحة حديث، طائرات وغواصات نووية وصواريخ باليستية، وخريطة فيها أكثر من 100 دولة بتختار أنت قيادتها للحرب. وأحلى إشي باللعبة إنك بتقدر تعمل تحالفات مع لاعبين غيرك، والمفاجأة إنه اللعبة تحميلها مجانا، وأول ما تنزلها رح تاخد 15,000 قطعة ذهبية ومميزات كتير غيرها. بتقدروا تنزلوا اللعبة من الرابط الخاص بأبو الصادق، رح أترك لكم إياه بالوصف وبالتعليق الأول، أو من خلال هذا الكيو آر كود. وزي ما حكيت لكم اللعبة مجانية على الآيو إس وعلى الأندرويد، رح تتسلوا كتير وإنتوا بتعرفوا أنا ما بجيب لكم أي شيء. أول وأبسط إشي ممكن يعمله الفودو هو رقصة الشيطان، وهذا استعراض بيعملوه مشان يورجوك بعينك شو هو اللي عم بتعاملوا معه. والموضوع بسيط، ببلش بفرقة من الأشخاص برقصوا وبيغنوا، طبعا الأغاني فيها طلاسم معينة، وهون بدخل ساحر لمكان المسرح وفي معاه لعبة صغيرة، يا بطعميها السحر يا إما برشوا عليها، وهون هاي الدمية أو اللعبة بتبلش تتحرك، وهيك بيعرفوا إنه الشيطان حضر. وعلى السريع بغطوا هاي اللعبة بكومة قش، بيكونوا عاملينها مخصوص عشان هذا الاشي. اتفرجوا على الاستعراض اللي راح يصير قدامكم. طبعا حقك تفكر انه اللي قاعد بصير مجرد كذبة وانه في حدا جوه كومة القش، بس بحب احكي لك انه الموضوع موثق بفيديوهات، وانه احيانا كومة القش هاي كلياتها بتقلب وببين انه ما في حدا جواها. طبعا هذا الموضوع مش دائما ممتع، لانه الشيطان وقتها ما بيكون يرقص او يستعرض او يعمل لك شو ترفيه، في بعض الاحيان بيكونوا حضروه مشان يخلص على واحد من الموجودين، والسحر اللي حواليه دائما بيحاولوا يمنعوه، ودائما في واحد بيضل يركض وراه بكل جهة بيروح عليها. واحيانا الشياطين اللي بيحضروها بتكون كثير قوية وقادرة انها تمس وتلبس بس كل الموجودين. الآن خلونا نحكي عن الاشي الثاني، واللي هو الزومبي والتحكم في الأموات. الصراحة بعد ما تقرأ عن الموضوع بتحس انه الزومبي اشي طبيعي وسهل جدا انه يكون موجود. بيقول لك بالفودو الموضوع كثير بسيط، كل اللي على الساحر انه يعمله انه يروح على المقبرة ويختار من هناك جثة ما يكون إلها مدفونة 40 يوم، وبسهولة بيقرأ شوية تعاويذ وبعمل شوية طقوس سحرية على جسمها وبروح على بيته، وخلال كم ساعة بتقوم الجثة بتتحرك وبتروح على مكان الساحر، وهون بيقدر يتحكم فيها تحكم كامل. طبعا الزومبي هون ما بيكون عنده إحساس بإشي، لا ألم ولا ذاكرة ولا إشي، مجرد إنه جسم ملبوس وبتحرك. الهدف إنه ينفذ كلام الساحر اللي صحاه وبس. طبعا هذا الموضوع خطير جدا، لأنه الساحر ببساطة ممكن يكون عنده جيش كامل من الزومبي وما حدا يقدر يوقف بطريقه. مشان هيك البلاد اللي بيكون فيها سحر فودو بيمنعوا هذا النوع من السحر، وبيكون في عندهم رقابة على المقابر وبيكافحوا الموضوع بشكل كبير،
وعندهم إياه خط أحمر، بس طبعاً كل ممنوع مرغوب، والسحرة هناك دائماً بيحاولوا يعملوه. مشان هيك بهاي المناطق بتلاقي أهل الشخص اللي مات بيحطوا فوق قبره صخرة كثير كبيرة، وحتى في منهم بضلهم قاعدين يحرسوا القبر لحد ما يمروا 40 يوم مشان يضمنوا إنه ما يجي ساحر وياخذوا الجثة. الآن نيجي للإشي الثالث والغريب جداً من عالم الفودو، وهو التحكم الكامل في جسم الشخص المسحور. هون على عكس كل أنواع السحر، سحر الفودو ما بيحتاج أي إشي من أثر أو ريحة الشخص اللي بدهم يأذوه، مجرد دمية أو لعبة وشوية إبر وطلاسم وتعاويذ وسلامتك. هون الساحر بإمكانه يتحكم ويحرك المسحور زي اللعبة، وفي الغالب هذا النوع بالذات يستخدم للأذية وممكن يوصل للموت، لأنه الساحر بحط دبابيس أو سكاكين بجسم اللعبة أو حتى ممكن يحرقها، وهذا بالضبط اللي بيحسه المسحور. ضيف على هالحكي انه الفودو قادر انه ينقل الامراض او يشفيها في جسم المسحور. الان نيجي للاستخدام الاخير من سحر الفودو واللي بيكون بالمباريات الرياضية والاحداث السياسية. هذا النوع ممكن يمنع دخول كرة في الجول، أو ممكن يربط لاعب وما يخليه قادر يلعب. طبعاً هذا الحكي مش موجود إلا عندهم هم، لأنه لما يلعبوا كرة قدم لازم يحطوا أعمال أو يعملوا سحر، أو مرات حتى بيجيبوا الساحر نفسه يبخر لهم المرمى. نفس الشيء بالانتخابات السياسية، يعني إحنا عنا بيعلقوا يافطات وبيعملوا عزائم للناس بشان يأثروا على قرارهم ويخلوهم ينتخبوهم، وهم هناك بيستخدموا الفودو عشان يخلوا الناس ينتخبوهم. طبعا حاب أحكي لك إنه الأفارقة ما بيعرفوا إنهم عم بتعاملوا مع الشياطين والجن، هم كل اللي في بالهم إنهم عم بتعاملوا مع أرواح أجدادهم، واللي من وجهة نظرهم إنها بتساعدهم وبتخليهم يحققوا أمنياتهم، سواء بأذى أو أنهم يتخلصوا من مرض. الآلهة بالنسبة لإلهم هي الأفاعي الضخمة، أما الصلاة تبعتهم بتكون قدام النار، برقصوا بشكل غريب وبيغنوا أغاني فيها تعاويذ مع بعض، وغالبا صلاتهم بتكون لما يكون في مواليد جديدة أو لما حدا يموت أو حتى بالحروب عشان يطلبوا من الآلهة إنها تساعدهم. بالنهاية حاب أحكي لك إنه تعاليم الفودو للأسف قدرت إنها تدخل على مجتمعاتنا العربية. في طقوس وعادات غريبة بيعملوها الختائرة والجدات تبعون زمان لما يكونوا شاكين إنه في حدا حسد العيلة. في منهم بيجيبوا ورقة وبيقصوها على شكل دمية الفودو، وبيجيبوا دبابيس وبصيروا يشكوها ويذكروا اسم الحاسد، وهم هيك مفكرين إنهم بفكوا الحسد وبأذوا الحاسد مشان ما يفكر إنه يرجع يعملها كمان مرة مع أي حدا ثاني من العيلة. بس الكل لازم يكون عارف إنه هذا الإشي حرام وشرك بالله. هيك بكون حكيت لك كل إشي عن الفودو، حاب أعرف رأيكم بالتعليقات، ومين فيكم سمع أو بيعرف حدا بدولنا العربية بتعامل بسحر الفودو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، واللي حابب إنه نحكي عن موضوع معين ابعت لي على انستغرام. سلام وبشوفكم فيديو جديد.